Hello dear students, I am Miss Suzanne, your science teacher on YouTube channel مدرستنا في البيت, School at Home. برحب بكل حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي, وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنشوف في منهج الساينس Lesson 2 من Concept 1.3, Activity number 4 بعنوان Hunting in the Dark, الصيد في الظلام. معانا هنا ثلاث صور. الثلاث صور بتبين لي ثلاث كائنات في الظلام. الصورة الأولى لفتاة قاعدة في الظلمة. الصورة الثانية لحيوان اسمه تارسي مانكي. الحيوان الثالث في الصورة الثالثة عبارة عن القط. هنشوف دلوقتي put right in front of the living organisms that you think they can easily see in the dark. مطلوب مننا ان احنا نحط علامة صح امام الكائن الحي اللي تفتكر او تعتقد انه ممكن يشوف بسهولة في الظلام. تفتكروا هنحط رايت على انه صورة؟ افتكر هنحط عند التارسيه وعند الكات, لان دول اساسا كائنات ليلية, nocturnal animals. okay, they hunt in the dark at night. Okay, so in this activity, we will learn about the difference between the eyes of humans and nocturnal animals. احنا هندرس في الاكتيفيتي ده او في هذا النشاط عن الفرق بين عيون البشر وعيون الكائنات او الحيوانات الليلية. اكيد هناك فرق, اكيد ربنا خالق او عامل تركيب العيون عند الحيوانات الليلية بطريقة تسمح لهم انهم يشوفوا في الظلام افضل بكتير من البشر. Okay, so the ability of humans and nocturnal animals to see in the dark. دلوقتي هنشوف قدرة الانسان والحيوانات الليلية على الرؤية في الظلام. نحن البشر لدينا صعوبة في الرؤية في الظلام, لكن الحيوانات الليلية أقدر وأفضل من الإنسان من جهة الرؤية في الظلام, وده طبعا للأسباب الآتية. هنشوف ليه الحيوانات الليلية ربنا خالقها بقدرة أكبر بكتير مننا في الرؤية في الظلام. أولا, الحيوانات الليلية لديها عيون أكبر من عيون البشر. لما نقول أكبر يعني نسبة إلى الجسم, يعني ممكن تلاقي حيوان جسمه 10 سنتي, مش كبير قوي, بس هتلاقي العين بتاعته حوالي سنتي سنتي ونص, يعني نسبة وتناسب مع حجم الجسم هتلاقي عينيه كبيرة بالنسبة لجسمه. اوكي, طيب ايه تاني؟ بؤبؤ العين عند الحيوانات الليلية عادة بتفتح فتحة اوسع. ايه بؤبؤ العين ده؟ هنشوفه بالانجليزي اللي هو اسمه the pupils of eyes, اللي هي النقطة السوداء. بصوا كده في الصورة, بصوا في مكتوب pupil, وبعدين بالنسبة لعين الانسان اهو النقطة السوداء اهي, والنقطة السوداء عند القط بصوا اكبر بكتير. ازاي؟ لانه بيفتح فتحة واسعة جدا خصوصا في الظلام. اوكي, يبقى السبب الاولاني ان الحيوانات الليلية لديها عيون اكبر من عيون البشر. تاني حاجة, بؤبؤ العين عند الحيوانات الليلية عادة بتفتح فتحة اوسع من بؤبؤ العين عند البشر, وده علشان ايه؟ يسمح بدخول كمية اكبر من الضوء الى ايه؟ الى العين. اوكي, احنا دلوقتي عايزين الاول نفهم المعلومة بالعربي حلو, وبعدين هنفهمه ان انجليش
عشان ما حدش يجي يقول لي انا مش فاهم الكلام ده بالانجليزي او الكلام تقيل او صعب عليا. اوكي يا حبايبي يا حلوين، مفيش اي صعوبه. الاول بناخد المعلومه بالعربي، بعد كده واحده واحده بنذاكر الكلمات الانجليش. بس ايه، خلوكم معايا وتابعوني في الفيديو. اوكي يلا نشوف الكلام ده in English. Humans have difficulty seeing in the dark. We are the humans. احنا البشر. Have difficulty. عندنا الصعوبة. Seeing in the dark. But ولكن nocturnal animals are better able to see because nocturnal animals have bigger eyes than humans. دايما لما بعمل مقارنة ما بين حاجتين ببدأ استخدم الcomparative اللي هو ايه، big bigger، small smaller، wide wider. الحاجات دي دلوقتي هنستخدمها واحنا بنقول المعلومات. اذا عيون النocturnal animals are a bigger or nocturnal animals have لديها bigger eyes than humans. اوكي طب السبب التاني ايه اللي بيخليهم هم بيشوفوا احسن مننا في الظلام؟ The pupils of eyes. عارفين كلمة pupil؟ pupil بالظبط بتتكتب زي كلمة التلميذ بالانجليزي. You are pupils. انتوا تلاميذ مش كده؟ طب هي بتتكتب بنفس الطريقة، بس دي ليها معنى تاني لما بستخدمه بالنسبة للعين. يعني لما اقول the pupils of eyes مش معناه تلميذ العين. اوكي ده هنا ده اسمه بؤبؤ العين، دي كلمة علمية. كلمة بؤبؤ اللي هو النقطة السوداء الصغيرة اللي بتبقى جوه العين. اوكي the pupils of eyes of nocturnal animals usually عادة open wider. بصوا بنستخدم الكومباراتيف، مش واسع، اوسع من، wider than the pupils of human eyes. ليه عند الحيوانات الليلية البؤبؤ ده بيفتح فتحة اوسع؟ to allow، عشان يسمح more light enters their eyes، علشان بيسمح ان كمية اكبر من الضوء تدخل في عيونهم، their eyes. اوكي طب ايه الملحوظة اللي بيقولها لنا هنا؟ بيقول ان تستطيع الحيوانات الليلية ان ترى في اضعف مستوى انارة، يعني لو على شمعة صغيرة هي تقدر تشوف، لو حطينا لها اقل ضوء يقدروا يشوفوا، ولكن في الظلام الكامل خالص مش هيشوفوا. بقى هنا لما تبقى ضلمة كحل بيعتمدوا بقى على حواس اخرى زي ايه؟ السمع، الشم، واللمس. وهذه الحواس كلها بتساعدهم انهم يتحركوا في الضلمة ويتجنبوا الحيوانات المفترسة التي تمثل خطرا عليهم. يبقى لو في ضوء خافت بسيط زي ضوء شمعة صغيرة، حتى ولو كانت صغيرة، طالما في ضوء عينهم بتقدر تشوف. ليه قلنا لان the pupils of eyes بتعمل ايه؟ open wider، بتفتح فتحة اوسع. اوكي to allow more light enters their eyes. اوكي طب لكن لو الظلام بقى ده completely darkness، في ظلام كامل، بيعملوا ايه؟ بيعتمدوا على حواس اخرى زي قلنا ايه، السمع. في بقى حيوانات السمع بتاعهم حاد جدا، فلو في اي كائن تاني، حيوان تاني، هيسمعوا صوت رجليه او يشموا ريحته او باللمس وهو ماشي، لو رجله جت في حيوان تاني هيعرف، هيتجنب ايه، ان الحيوانات المفترسه ايه تقرب منه. اوكي يبقى نقول النوت ده in English، خليكم معايا، فتحوا كده ودانكم واسمعوني. Nocturnal animals can see in the weakest light levels. Weak يعني ضعيف، في أضعف مستوى من الضوء، يعني اللي هو زي ما قلت كده شمعة صغيرة. But in complete darkness، لكن في الظلام الكامل خالص، they depend on their senses، بيعتمدوا على حواسهم.
such as a مثل ايه such as hearing السمع smell الريحة طبعا كل حيوان له ريحة معينة هم بيعرفوها okay and touch واللمس that help them move in the dark and avoid predators okay وده بيسمح لهم انهم يتحركوا in the dark in complete dark okay and avoid ويتجنبوا الايه البريدتورز اللي هي الحيوانات المفترسة اللي ممكن ايه تفترسهم تمام طب احنا الى الان حفظنا كلمة جديدة اللي هي بؤبؤ العين the pupils of eyes okay the pupils of eyes وعرفنا ان the pupils of eyes of nocturnal animals usually open a wider والورايا wider than the pupils of eyes of a of humans ليه بيفتح اوسع to allow more light enters their eyes okay دلوقتي معانا give reason for the pupils of cat eyes open wider than the pupils of human eyes احنا لسه قايلينها دلوقتي ليه فتحة بؤبؤ العين بتاع القط الفتحة بتاعته بتبقى أوسع من بؤبؤ العين بتاع البشر أو بتاع الإنسان ليه؟ احنا لسه قايلين دلوقتي to allow ليسمح more light enters the cat eyes to see well in low light خدوا بالكم في الظلام الدامس خالص الكامل complete darkness ما بيشوفوش ها؟ في الظلام الكامل ما بيشوفوش بيعتمدوا على ايه they depend on other senses such as hearing smell and touch okay لكن لو مستوى الضوء واطي يعني بسيط ضوء خافت لمبه صغيره خالص او ايه او شمعة صغيره هنا بقى في الوقت ده بيعملوا ايه ال pupils of eyes بتفتح فتحه اوسع to allow more light enters the cat eyes. Okay? Now we will study another example of these nocturnal animals called tarsier. تعالوا بقى نشوف ايه الحيوان العجيب قوي ده اللي عمرنا ما شفناه في الحقيقة. اسمه ايه؟ tarsier monkey. Monkey يعني هو نوع من القرود. يلا بينا نشوف ده بيعمل ايه. شايفين شكل tarsier monkey؟ عامل ازاي؟ اولا الترسيه ده نوع من القرود وهو حيوان رئيسي يعني ايه رئيسي يعني اقرب للانسان يعني بيتصرف زي الانسان شكله بص شكل ايديه فيها صوابع زي الانسان مثل باقي ايه باقي القرود ماشي يبقى هو قرد صغير وهو من الثدييات يعني بيلد هذا الحيوان يلد لا يبيض اوكي ده من الثدييات بيتغذى على ايه بقى بياكل ايه تفتكروا بياكل حشرات انسكت والسحالي ليزردز وايه وعصافير وبياكل بيردز عشان هو كل حجمه انتوا عارفين كل حجمه قد ايه من غير ديله 10 سنتيمتر طوله كل جسمه طوله 10 سنتيمتر متخيلين قد ايه صغير يعني جسمه من اول راسه لغايه بدايه الديل قبل الديل طوله 10 سنتي طب بيعيش فين فين الهابيتات بتاعه بيعيش فين موطنه فين بيعيش في جنوب شرق اسيا ساوث ايست اوف اسيا يعني ساوث ايست اسيا اوكي ساوث يعني جنوب ايست يعني شرق جنوب شرق اسيا اوكي شفتوا الحيوان ده طب بصوا كده عينيه بالنسبة لجسمه مش عينيه واسعة كده يا جماعة شايفين عينيه كبيرة ازاي؟ ما احنا قلنا ده nocturnal animals لازم عينيه تبقى كبيرة ولازم البيبل اللي هو جوه العين السوادة دي لما الدنيا بيبقى اضاءتها بسيطة خالص بتفتح فتحة كبيرة جدا اوكي؟ ليه؟ to allow more light enters its eyes اوكي علشان يسمح ان ايه الضوء اكتر يدخل في عينيه تمام يلا نشوف ان انجلش تارسيه لازم نتعرف عليه ونقول له نشوفه ده حيوان عامل ازاي
It's a tiny tiny يعني ايه؟ يعني very small. It's a tiny primate. primate يعني قلنا حيوان رئيسي، يعني بيشبه للإنسان في بعض الحاجات، زي لما بنقول القرد بيبقى شبه الإنسان في ايه؟ ايديه له صوابع، يقدر يمسك الموزة ويقشرها، مش كده؟ مش بتلاقوهم بيتصرفوا زي البني آدمين شوية؟ بتروحوا جنينة الحيوانات بتشوفوا القرود بتعمل ازاي؟ يعني ممكن القردة الأم تشيل الطفل بتاعها كده كأنها ايه؟ أم شايلة ابنها، مظبوط؟ يعني صوابعها بتقدر تتصرف بيها، تعمل بيها حاجات كتيرة. يبقى it's a tiny primate يعني tiny monkey، ما هو خدوا بالكم ده نوع من المونكيز. It's a mammal. mammal يعني بتولد مش بتبيض. That feeds on بتتغذى على ايه قلنا؟ insects, small lizards or birds، بتتغذى على الحشرات، على السحالي الصغيرة وعلى العصافير. Its body جسمها is about 10 centimeters long، طول جسمها 10 centimeters not including its tail يعني من غير الديل. habitat الموطن south east asia، south يعني جنوب، east يعني نروح ناحية الشرق، asia في اسيا. structural adaptation، طب ربنا مديها ايه التكيفات التركيبية بتاعتها تفتكروا؟ the tarsi is like owl، عاملة زي البومة، شبه البومة في ايه؟ in some structural adaptations such as، بتشبه البومة في بعض التركيبات زي ايه؟ ال eyes، tarsier has huge eyes like owl، عينيها تعتبر هيوج عملاقة، طبعا بالنسبة لها هي كلها على بعد 10 سنتي، اوكي؟ بس شوفوا عينيها باينة ازاي في جسمها، زي ما ودانها كمان كبيرة، مظبوط؟ طيب ليه عينيها كبيرة؟ to gather، gather فاكرين يعني ايه كلمة gather؟ انا كنت قايله لكم قبل كده عشان تجمع، to gather and reflect any light available to give them a picture of its surroundings. عينيها واسعة قوي عشان تحاول تجمع وتعكس اي ضوء موجود عشان تشوف الصور او تشوف الحاجات اللي حواليها. اوكي؟ طب بالنسبة للعينين برضو، Tarsier cannot move its big eyes in their sockets like owl. في نقطة تشابه كمان بين الأول وبين الترسية، يعني هما شبه بعض في حاجتين، عينيهم كبيرة، وحاجة تانية إن الاتنين ما بيقدروش يحركوا عينيهم داخل تجويف العين. بصوا احنا واحنا باصين قدام ممكن نحرك عينينا جوه التجويف، صح؟ نجيبهم يمين أو نجيبهم شمال، أوكي؟ جوه تجويف العين، لكن هما ما يقدروش يحركوا، لازم يحركوا راسهم. اوكي؟ احنا ممكن واحنا باصين قدام نجيب عيننا يمين نشوف كده مين اللي قاعد جنبنا كده، او نحس ان في حد ايه؟ جاء قاعد جنبنا. هما لا، هما لازم يلفوا راسهم عشان عينهم ما بتقدرش تتحرك جوه التجويف. طب تجويف العين اسمه ايه؟ socket. socket زي كلمة ايه؟ الشراب. بس هنا طبعا مش معناه شراب، لكن هو بيتكتب وبيتنطق بنفس الطريقة، اوكي؟ يبقى الاتنين متشابهين في كبر العين، في حجم العين الكبيرة، والاتنين برضو متشابهين في ايه؟ في ان هما ما بيقدروش يحركوا عينهم داخل تجويف العين، اوكي؟ يعني ما بيقدرش يحرك كرارية العين بتاعته، خلاص؟ يلا نقول تاني in English. يبقى هما الاتنين متشابهين في ايه؟ Tarsier has huge eyes like owl. Why? I'll give reason. To gather علشان يجمع and reflect any light available to give them a picture of its surroundings. ايه وجه التشابه تاني؟
Tarsier cannot move its big eyes in their sockets like ours. اوكي. بالنسبة للراس، ايه التشابه؟ بالنسبة للتشابه بين رأس الترسيه ورأس الأول اللي هي البومة، هما الاتنين بيقدروا يحركوا راسهم 180 درجة 180 degrees. اوكي؟ وده عشان ايه؟ علشان يقدروا يركزوا ويشوفوا كويس قوي الاشياء سواء البعيدة او القريبة بالليل. تمام؟ ده عشان زي ما قلنا هما اساسا ما بيقدروش يحركوا عينهم جوه التجويف. صح؟ يبقى الترسيه can turn its head 180 degrees like owl مثل البومة. اوكي؟ to focus on distant or near objects at night since طالما هما since ترسيه cannot move its big eyes in their sockets. يعني هي يعني كبيرة بس ناقصها حاجة ان هو ما بيقدرش يحرك عينيه جوه التجويف، فربنا يقوم عامل له ايه؟ يديله استطاعة انه يحرك راسه 180 degrees. Tarsier can turn its head 180 degrees like owl. اوكي؟ طيب دلوقتي let us check our understanding. تعالوا نشوف هل احنا فهمنا ولا ما فهمناش، نختبر فهمنا. Complete the following sentences using the words below. مديني تلات كلمات. أول كلمة light source. عارفين يعني إيه light source؟ يعني مصدر ضوء. Light source. Source يعني مصدر. الكلمة التانية eyes. الكلمة التالتة mirror like يعني مثل المراية، مثل المرآة. أول جملة بتقول Tarsiers have big نقط that help them to see everything in the dark. الحيوانات دي اللي اسمها الترسيه عندها ايه؟ ربنا مديها حاجة كبيرة. ايه بقى من الكلمات التلاتة هنقي؟ هنقي eyes، عيون كبيرة. Number two. Humans need to use a نقط to see in the dark. البشر او الانسان بيحتاج الى استخدام حاجة ليرى في الظلام. هيستخدم ايه؟ A light source، مصدر ضوء. طب ايه مصادر الضوء اللي نحن عارفينها؟ Electric lamp او candles او flashlight، اي مصدر ضوء. طب number three. Cats can see in the dark due to the presence of نقط membrane on the back of their eyes. عيون القط خلف العين كان في ايه؟ كان في غشاء عامل زي الايه؟ زي المراية. يبقى هنقول ايه؟ due to the presence of mirror-like membrane. mirror-like membrane. قول ورايا تاني. Mirror-like membrane يعني غشاء مثل المرآة بيعكس الضوء، أول ما الضوء بيسقط عليه بيعكس الضوء ويرجع تاني للعين، فإيه يدخل فيها كمية كبيرة من الضوء فيشوفه بالليل in the dark. أوكي؟ إيه رأيكم في الدرس ده النهاردة؟ الدرس لذيذ وصغير ما فيهوش كلمات كتيرة صعبة، وبعدين إيه هنحل دلوقتي مع بعض بعض التمارين. ودلوقتي يلا بينا نحل شوية أسئلة على lesson 2. النوع الأول من الأسئلة choose the correct answer. Number 1. Humans have نقط eyes than nocturnal animals. مديني اختيارات. A. Bigger. B. Smaller. C. Stronger. D. Sharper. طبعا الhumans have smaller eyes than nocturnal animals. Number 2. The pupils of human eyes open
نقط that of nocturnal animals. احنا لو قارنا بين بؤبؤ العين في البشر، بؤبؤ العين بيفتح فتحة ايه؟ اضيق من بؤبؤ العين في النوكتورنال انيمالز، يبقى لازم انقي كلمة اضيق. طب احنا اخدنا كلمة wider than، wider than اللي هو اوسع من، عكسها narrower than. هنا بقى لازم نعرف شوية ايه كلمات وعكسها، wide عكسها narrow، يبقى ايه هنقي narrower. هو مديني اختيارات ايه بقى؟ A typical to يعني similar to، typical يعني نفس الحاجة، B narrower than، C wider than، D similar to. يعني similar to و typical to دول الاتنين زي بعض، زي ما قلنا بؤبؤ العين في البشر بيفتح فتحة أضيق، يبقى هنقي narrower. Number 3 Nocturnal animals depend on all the following senses to find out their prey at night. Except أنا دايما بقول لما يجيلكوا الاختيار في except بشوف الجملة اللي قبل except وحتكون بتنطبق على ثلاث اختيارات، أشيلهم على جنب وأختار الرابع يبقى هو ده الإجابة الصحيحة. تعالوا بينا نشوف الجملة اللي قبل except بتقول ايه؟ Nocturnal animals depend on all the following senses. تعالوا نشوف الحيوانات الليلية بتعتمد على ايه؟ Sight sense بتعتمد على انها تشوف، مش كده؟ بطريقة اللي هو ايه؟ pupils of eyes بتفتح فتحة اوسع. Hearing sense ايوه لما بتبقى فيه ظلام دامس خالص او ظلام كامل بتبدأ تعتمد على الhearing. Taste sense بتعتمد على التذوق، هل هي بتتذوق الفريسة مثلا قبل ما تشوفها في الضلمة؟ أكيد لا، هتكون هي دي. استنى نشوف كده آخر واحدة، Smell sense أيوة دي برضو حاسة الشم، ممكن بتعتمد عليها الحيوانات الليلية إيه في الظلام. يبقى الإكسبت هيكون إيه؟ Taste sense. Number 4 for choose All the following are praise for Tarsier except زي ما شفنا برضو قبل الاكسبت بيقول ايه؟ كل الحاجات دي بتعتبر فريسة او فرائس للتارسيه، يعني الاكل بتاع التارسيه. احنا كنا شايفين قبل كده في الدرس ان التارسيه بيتغذى على ايه؟ عندنا اختيار insects بيتغذى على insects، B penguin. هل التارسيه اللي طوله 10 سنتيمتر هيقدر يتغذى على البينجوين؟ اكيد لا. طب نكمل الباقي نشوف، سي سمول ليزردز يس دي من ضمن اكلات التارسيه. ايه تاني؟ سمول بيردز، هو بيتغذى على الانسكتس والسمول ليزرد والسمول بيردز، يبقى اكسبت الحاجه اللي هو ما بياكلهاش ايه؟ البينجوين. نمبر 5 Owls and نقط cannot move their eyes in their sockets. البومة وفي حيوان تاني ما بيقدروش يحركوا قلنا عينيهم في داخل التجويف، اللي هم مين؟ تعالوا نشوف الفيشينج كاتس نو، الاركتيك فوكسز نو، الهيومنز اوف كورس نوت. يبقى ايه تاني؟ التارسيه والاول هم دول الاثنين اللي ما بيقدروش يحركوا عينيهم جوه السوكتس، هنختار دي. اخر واحد في التشوز نمبر 6 which of the following don't need a big amount of light to see in the dark. مين من الحاجات اللي هقولها دلوقتي لا تحتاج الى كميه كبيره من الضوء علشان تشوف في الظلام؟ تعالوا نشوف. A humans and cats. الكاتس بتقدر تشوف في الظلام، لكن طالما هو حط معاهم الهيومنز يبقى لا. B humans and tarsier. التارسيه بيشوف في الظلام لكن الهيومنز no، يبقى ولا هختار B. نشوف C cats and tarsier. ايوه الاثنين دول بيقدروا يشوفوا في الظلام، بس قبل ما نجاوب تعالوا نشوف اخر واحده D bats and humans.
no طالما حط humans برضو والباتس برضو نظره مش قوي يبقى هنختار ايه الكاتس and تارسيز. هننتقل دلوقتي للنوع التاني put right or wrong. Number one, nocturnal animals include fishing cats, owls and tarsi. من ضمن الحيوانات الليلية عندنا fishing cats, عندنا ال owls, عندنا التارسي. المعلومة دي صحيحة؟ أيوة فعلا صحيحة. هنحط right. Number two, panther chameleon اللي هو حرباء النمر. Eyes عينيهم can move independently. أيوة فاكرين حرباء النمر كانت بتقدر ايه تحرك عينيها كل عين في اتجاه. While tarsier في حين ان التارسيه and owl والبومة eyes cannot move in their sockets. مظبوط البانتر كاميليون كل عين بتتحرك في اتجاه في حين ان التارسيه والبومة ما بيقدروش يحركوا عينيهم in their sockets. هنا دي برضو المعلومة صحيحة. هنحط right. Number three, both of tarsier and fishing cat can turn their heads 180 degrees. بيقول ان كل من الاثنين التارسيه والفيشينج كات بيقدروا يحركوا راسهم 180 درجة. No, this is wrong. اما الايه الصح فاكرين التارسيه والمين والاول. اوكي النوع الثالث من الاسئلة write the scientific term اكتب المصطلح العلمي. Animals that have sharp night vision on which they depend on to hunt. الحيوانات اللي لديها رؤية ليلية حادة بتعتمد عليها في الصيد اسمهم ايه الحيوانات دول؟ Nocturnal animals. Very good. الحيوانات الليلية. Number two, a tiny monkey with big eyes and its length is about 10 centimeters long. مين الحيوان ده اللي هو عبارة عن قرد صغير والطول جسمه 10 سنتيمتر؟ تارسيه مونكي او تارسيه. النوع الرابع من الاسئله correct the underlined words. Number one, nocturnal animals have weak night vision and also depend on excellent hearing and smell senses to hunt. هل nocturnal animals have weak night vision يعني رؤيه ليليه ضعيفه؟ No, عكس ضعيفة ايه strong. هنكتب كلمة strong. Number two, Todd. Todd اللي هو زي الفراغ ضفدع. Todd is a tiny monkey that has big eyes and hunt at night. مين اللي كان عبارة عن قرد صغير؟ هنشيل كلمة Todd ونحط مين؟ تارسيه. Very good. Number three, تارسيه is similar to human. بيقول ان التارسيه شبه الانسان حيث where both of them cannot move their eyes in their sockets. هو اكيد مش قصده الهيومن، هو شبه واحد او شبه حيوان تاني ان الاتنين ما بيقدروش يحركوا عينيهم جوه التجويف العين. شبه مين؟ شبه الاول. Very good. ندخل على number 5 complete. Eyes of human are not than eyes of nocturnal animals. لو قارنا عينين البشر، عينين البشر أكبر ولا أصغر من عينين النوكتورنال animals؟ أصغر. كلمة صغير small، أصغر smaller. Very good. And pupils of nocturnal animals open not than that in human. لو جينا اتكلمنا على بؤبؤ العين في النوكتورنال animals بيفتح فتحة ايه؟ أوسع ولا أضيق من الإنسان؟ أوسع. كلمة أوسع يعني ايه؟ wider. Very good. Number two, in complete darkness في الظلام الكامل nocturnal animals depend on other senses. بيعتمدوا الحيوانات الليلية بتعتمد في الظلام الكامل على حواس أخرى زي ايه؟ such as hearing, smell and touch.
السمع والشم واللمس. Number three, to see things clearly, we need a source of. علشان نشوف الحاجات بوضوح احنا محتاجين مصدر ايه؟ مصدر ضوء light. But نقط animals can hunt at night depending on other senses. ولكن الحيوانات اللي نقط اللي مش عارفين شكلها ايه بتقدر تصطاد بالليل معتمدا على الحواس الاخرى. الحيوانات دي اسمها ايه اللي بتعتمد على الحواس الاخرى بالليل؟ Nocturnal animals. Very good. Number four, in the weakest light levels, في المستويات البسيطة جدا من الإضاءة, dolphin can hunt depending on its sense of. فاكرين الدولفين كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل اللي هو بيعتمد على الايكو لوكيشن. طب الايكو لوكيشن دي عبارة عن ايه؟ بيصدر اصوات, الصوت بيرتد تاني بيدخل في ودنه, يبقى ده ايه؟ ده sense of ايه؟ hearing, بيسمع. Very good. While tarsier depends on its sense of sight. ربنا مدي لكل واحد حاسة قوية جدا. بالنسبة للدولفين حاسة الهيرينج, the sense of hearing, okay. بالنسبة للتارسيه the sense of sight, النظر. اخر نوع من الاسئلة دي reasons for, يعني علل او اعطي السبب. Number one, nocturnal animals can see better than human at night. ليه الحيوانات الليلية بتشوف أحسن من الإنسان؟ Because nocturnal animals have أولاً bigger eyes and their pupils open wider than human. عشان سببين, أولاً عينيهم أوسع, وبعدين بؤبؤ العين عندهم بيفتح فتحة إيه؟ أوسع, open wider. اخر سؤال خالص في give reason. Although tarsier and owl cannot move their eyes, they can see surrounding objects in all directions. برغم ان التارسيه والبومة ما بيقدروش يحركوا عينيهم زي قلنا in their sockets, يعني they can see, بيقدروا يشوفوا حواليهم ازاي, بيعملوا ايه, because they can turn their heads 180 degrees, لعشان بيقدروا او بيستطيعوا تحريك راسهم 180 درجة. بكده هنكون خلصنا اللسن وخلصنا الquestions اللي على اللسن. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الدرس ده. ياريت نذاكروا كده بسرعة قبل ما ننساه. باي باي.